بدايه كنعتقد بان هذه الاستقاله جات في توقيت غير مناسب، علاش؟ لعده معطيات او برزها ان الفريق حاز الباقه بالبطوله، وهذا انجاز كبير للفريق اللي كان كيعيش ظروف بحال الظروف اللي عاشها الرجاء. وثانيا الفريق مقبل على واحد المحطه حاسمه كتمثل البطولات العرب اللي غاد ممكن تخرجوا نسبيا من هذه الازمه اللي فيها هو. كنتسائل كيفاش اللاعبين كيشوفوا هذه الاستقاله في هذا التوقيت بالضبط. باقي واحد الشهر على الاكثر اللي في النهائي ديال البطوله العربيه كما قلت. اللاعبين باقي ما تخلصوش ورفضوا ديك الطلب اللي تقدم به زياد ديال تخفيض بعد المنح ديالهم، وهذا من حقهم بطبيعه الحال لانهم عاشوا السنه كامله في واحد الظروف صعبه اللي كيعرفوها غير هما، ما كيعرفوهاش الجمهور كثيرا للاسف. كنعتقد بان الضغط ديال الجمهور على الانتدابات ماشي مبرر باش يقدم زياده استقاله. علاش؟ لان حسبان الله يذكره بخير في هذا النهار تعرض لضغوطات كبيره واكثر من هذه اللي تعرض لها الزيات، بل انهم هددوه في السلامه الجسديه ديالو وما عمره قدم استقاله وخرج من الجمع، خرج من واحد الجمع العام، ما نقدرش نقول لك مرفوع الراس، ولكن خرج بعد ان تشبث بمنصبه لواحد الفتره طويله. لانه رغم انه الظروف ديالو كانت قاهره وكانت المشاكل الماليه اكبر من هذه اللي عاشها زياد، ومع ذلك قام بانتدابات، جاب عناصر اللي ادت لقدمات الفريق شيء الكثير، بينها شاكير، بين سميتو هذاك ديال جديده، وياجور، وعده اسماء اللي قدمت اضافه للفريق. وبالتالي فهو قاوم هذاك الاعصار اللي كان وفاز بواحد اللقب اللي كان غالي على الرجويين كاملين، ومع ذلك ما عمرو تشكى شي نهار، ما عمرو قال انه كيتهدد كيتعرض لضغوطات انهم حاولوا يضربوني، حاولوا يقتلوني، حاولوا بزاف الحوايج. ربما كنعتقد بان الزياد كان ينتظر واخا غير واحد الفرصه، واحد المده قصيره حتى تبدا عصبه الابطال العربيه، وديك الساعه يقرر ويخلي الجمع العام يقول الكلمات. على ديك الجمع العام التاريخ اللي حدو دابا سي زياد باش يوضع الاستقاله ديالو رسميا هي 3 ديسمبر. كنعتقد بانه في ظل الظروف الحاليه الوبائيه الحاليه والكورونا اللي كاينه، ما كنعتقدش بان السلطات غتسمح ليه باش يعقد الجمع ديالو في التاريخ. وبالتالي فاننا نبقاو عاوتاني كنتسناو، وغيبقى الفريق دائما في واحد الوضعيه غير ملائمه حتى توصل المباراه الحاسمه اللي كما قلت امام الاسماعيلي، وغيلقى راسو باقي كيقلب على رئيس، وهذه ظاهره غير صحيه واللي كنتمنى باش يتزاودها الفريق باقل خسائر. علاش؟ لان الرجاء عبر التاريخ ما عمره كانت فريق اللي كيعتمد على اسماء. الرجاء منظومه كبيره، الرجاء بالرجالات ديالها سواء المنخرطين اللي تحدثت مع بزاف منهم اليوم مستعدين باش يتجندوا ووقفوا ويقلبوا على شكون اللي غيسير الفريق. غير المؤاخذه ديال السيزيات هو انه خدا فكر في مصلحته الشخصيه هو اكثر ما مصلحته، للاسف اكثر مصلحه الرجاء. تقديم الاستقاله في هذا التوقيت بالضبط كنعتبرها هروب نحو الامام، ماشي هروب نحو الوراء ولكن هروب نحو الامام. علاش؟ هنالك امور مؤشرات ايجابيه باش الفريق تصلح فيه بزاف الحوايج. الى دخلنا ذاك المبلغ المالي ديال البطوله العربيه، اضافه للمبلغ المالي ديال عصبه الابطال، اضافه للمبلغ المالي ديال المنحه ديال البطوله، فالاكيد ان الامور غتحسن شويه. وانتدابات الجمهور من حقه يطالب بها، لانه الجمهور كيأدي واحد الواجب، شارك معك في التذاكر الافتراضيه، تحمل رفعتي من المبلغ ديال التذكره، ما عمره قال لا، الجمهور الوحيد في المغرب اللي كان كيخلص 50 درهم باش يتفرج من التريبين في الشمس، وما عمره قال لا، من حقه يطالب بانتدابات، هذا حقه وحقه اللي كيخولوا ليه الحب للفريق وباش يشغلوا هو في الازمه. هو كيعطي واحد الثمن، كيبذل واحد المجهود وكينتظر المقابل. هو كيشوف راه اوتوماتيكمون ملي كتشوف المنافس ديالك في المدينه ديالك والمنافس ديالك عبر التاريخ كيقوم بانتدابات قويه، فالاكيد ان الجمهور غتحرك فيه شي حوايج. دابا كتعرف المواقع الاجتماعيه وما تحمله من استفزازات من امور اخرى، من حقه انه يطلب. وكنظن بانه حتى الطلب ديال السلامي اللي كان
كان مدرب في المستوى وما طلبش منك شي حاجه كبيره، اربعه الانتدابات ما غتخليكش شي حوايجك وتهرب. اربعه الانتدابات كما كيقولوا الرجاويين الى داروا دار ترا يجمعوا فلوسها، راه ما طالبينش منك شي حاجه خارقه، ما طالبينش منك تجيب ميسي. قال اللاعبين اللي كاينين في البطوله معروفين معدودين على الاصابع، فلا مجال باش نقلبوا على لا حكا هذه لا ازمه كيعيروا لي ولادي في فيسبوك. راه الراجع عبر التاريخ كاع الرؤساء اللي دازوا فيها كانوا كيمارسوا قبل من المواقع الاجتماعيه، كانوا كيمشيو كيحضروا لهم حدا المركب، وحسمان هو الاخر داروا ليه مسيرات وداروا ليه وقفات احتجاجيه، ومع ذلك لم يستسلم. اتمنى ان تكون هذه الرساله واضحه ودوز هذه الفتره باقل الاضرار ممكنه على الرجاء، واتمنى له التوفيق في المباراتين المقبله امام الاسماعيلي، لانها هي المقابله اللي ممكن تعاونوا باش يخرج منها النفق المستقبلي.